اسمها حقن قولوني. الحقن العيوني ده عبارة عن جهاز أمريكي بنحط فيه دواء بيبقى عبارة عن معادن بتقلل مع أنواع من أنواع المعادن زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم ومواد بتساعد في إزالة التيبس. العيان طول ما هو عنده تيبس استحالة إن هو هيعرف يحرك إيده أو يفردها. أنا عايزة أقول لكم رشا أنا حقنتها مرتين بالحقن العيوني بالجهاز وهنوريكم دلوقتي الطريقة. إيديها دي كان جهالنا مقفولة عاملة كده الحمد لله ما شاء الله. وصلنا زي ما احنا شايفين الايد اتفردت. انا هسيب ايديها يا جماعه عشان تبقوا شايفينها. الايد دي كانت مقفوله كده ده بعد مرتين ما شاء الله يعني اتفردت فاضل جزء بسيط على الصوابع بس زي ما احنا شايفين ما شاء الله احنا ما كناش كده خالص صح يا جميله. هنبدا نحط الدواء. بنحط الدواء جوه الجهاز. الجهاز هو اللي هياخد اهو الدواء وهيدخله عن طريق حاجة اسمها الاستقطاب الايوني للخلية. ده وظيفته ايه؟ بنشيل بيه التيبس بتاع العضلات. اهو اتحط على ناحية وده الالكترود التاني بنحطه.